السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى للأجوبة على تمرين 35 صفحة 40. بالنسبة لي اختاريت أ هنايا، نشوف إن شاء الله إلى قدنا الوقت نزيدو البي ونزيدو السي. المهم اختاروا أ، وشوفوا لحظة معايا كيفاش ندير نخدم هاد التمرين هذا باش نبسطو. إذا عطاوني هما جدا مربع كبير 7 زائد لاحظوا هذا مركب، هذا واحد العدد مركب بين عددين تحت الجذر مربع، كذلك هنا 7 ناقص 4 جذر 3 حتى هي مركب وتحت الجذر مربع. أول حاجة الله يرضي عليكم هو حط قدامك المستبقة الهامة الأولى والمستبقة الهامة الثانية، لأن هما اللي غادي نحاولوا نطبقوهم في هذا النوع ديال التبسيط. إما غتكون على الشكل أ ناقص ب كوس 2 ولا أ زائد ب كوس 2. واخا عطاوني هما لاحظوا هنايا عفوا عطاوني 7 جذر مربع أ 7 زائد 4 جذر 3. لاحظوا معايا كي غندير لها غادي ناخذها هاد 7 هذا معايا، غادي ناخذ غير هذا الطرف به غادي نشرح ان شاء الله وغنفهمو حتى الاخرى اللي فيها ناقص. اذا هنا اش ندير؟ غادي ناخذ اللي فيها الجذر مربع تحت الجذر المربع، يعني الجذر المربع الصغير ناخذ هذه اللي تحت الجذر المربع، وخص من خلال هذه وبتطبيق احد المستطبقتين الهامتين وخاصة هاد الاثنان ابي اللي فيهم بجوج، فكرة نحاول نخرج منها اثنان ابي، يعني من هذه الجذر نخرج منها اثنان ابي، بحيث لاحظوا معايا الطريقه هنا عندك 4 جذر 3 غادي نخرج منها اثنان ابي، غنعطيها اثنان في اثنان في جذر 3. شنو درت هذه؟ حليتها فككتها حليتها باش تولي على شكل اثنان ابي، اثنان ابي. واخا اذا بغيت نلقى هنا 7 من خلال هادشي نلقى 7، 7 كيفاش نلقاها؟ خصني نكمل المستبقة الهامة. شنو هي ديال المستبقة الهامة؟ هي هادي وهادي كيتشابهوا ا اوس 2 زائد ب اوس 2، اتفقنا؟ ا اوس 2 زائد ب اوس 2. اذا غادي ندير هنا 2 اوس 2 اللي هي ا زائد ب اوس 2 اللي هي جذر 3 اللي كتساوي 2 اوس 2 بشحال؟ هي 4، وجذر 3 اوس 2 هي 3، و 3 زائد 4 شنو هي؟ 7. اذا شنو درت؟ حليت هذه على شكل اثنان ا بي، ومن خلالها خديت الا اللي الجوج المستبقه الهامه ما تنهضرش معاها، ومشيت للعددين يعني العاملين الاخرين واحد هو ا و بي، درت لهم مربع لكل واحد فيهم وجمعتهم بحال الشكل ديال المستبقه الهامه الجمع، فاش جمعتهم عطاتني 7 اللي هي هذه. اذا هنا غادي تصبح هذه الكتابه شنو هي؟ يلا لحظه معايا غنديرها، هي جذر مربع شنو هي 7؟ 7 7 هذه هي هذه، هاد 7 هي هي 2 واش 2 زائد جذر 3 واش 2، اذا ما بقاتش هي 7. و 4 جذر 3 هي ماذا؟ 4 جذر 3 هي 2 في 2 في جذر 3. اذا فاش طحت هنا هنا فاش عندي تما عندي المستبقه الهامه الاولى، لان عندي هنا زائد وهنا زائد، هاي زائد زائد غير هي اثنان ا بي جات في الاخر، ماشي مشكل جمع تبادلي. شنو غتعطيني فاش نكتب هذه؟ غتعطيني يا سيدي هي جذر مربع ا زائد ب الكل اس 2. احتي معايا ا زائد ب الكل اس 2. عندي انا العدد اثنان ولدينا العدد جوج زائد جذر 3 أكبر قطعا من صفر، عدد موجب قطعا، إذا غيمشي هاد الأس اثنان إن شاء الله يرضي عليك. شوف معايا هاد الأس اثنان هادي اللي عندنا والجذر المربع غيمشي بحالو، شنو غتولي؟ كتولي لك أسيدي هاديك هاد جذر 7 زائد 4 جذر 3 غتولي كتساوي هادي طال الأس اثنان تولي هي 2 زائد جذر 3. إذا يكون هذا هو التبسيط ديال هاد العملية. بالنسبة للطرف الثاني ديال العملية شنو عندنا؟ عندنا جذر
سبعة ناقص أربعة زائد ثلاثة. بنفس الطريقة غناخذ هذه ونفكها تولي هي جوج في جوج زائد ثلاثة. وأنا عندي جوج أس جوج زائد هذه هي أ كما قلت عاد دابا عاد دابا هذه أ وهذه بي وهذه جوج المتطابقة لأن ما كنهضرش معاها ما كنتكلمش معاها كنتكلم معاها مع الطرف العاملين الآخرين. إذا أ أس اثنان زائد بي أس اثنان إذا جمعناهم تعطي أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة. وهذه السبعة هي اللي عندي لاحظ معايا هذه السبعة هي هذه أ. إذا شنو تصبح هذه هذه شنو تصبح هي جذر مربع سبعة هي جوج أس جوج زائد جذر ثلاثة أس جوج ناقص ناقص أربعة جذر ثلاثة اللي هي جوج جوج جذر ثلاثة اللي غتعطينا ماذا؟ غتعطينا المستبقة الهامة الثالثة لأن عندي ناقص اثنين أبي يعني المستبقة الهامة الثانية المستبقة الثانية عفوا المستبقة الهامة الثانية اللي هي جذر جوج ناقص جذر ثلاثة الكل أس اثنان. بالنسبة لي عندي جوج كبر من جذر ثلاثة لدينا اثنان أكبر من جذر ثلاثة إذن غادي تكون اثنان ناقص جذر ثلاثة عدد موجب قطعًا ومنه غادي تولي لي العملية اللي هي جذر مربع جذر مربع سبعة ناقص جذر ثلاثة كتساوي ماذا؟ كتساوي اثنان ناقص جذر ثلاثة. علاش اثنان ناقص جذر ثلاثة؟ لأن راه مشى الأس اثنان مع الجذر مربع مشى الأس اثنان مع الجذر مربع مشى الأس اثنان مع الجذر مربع هذا موجب. إذا كان موجب كيمشي الأس اثنان مع الجذر مربع وتبقى العملية كما هي. حد هنا بسطت كل وحدة بوحدة. إذا دابا غادي ناخذ أ كاملة غناخذ أ كاين أربعة كاملة عفوا هنا كاين أربعة نعم ناقص أربعة جذر ثلاثة راني نسيتها. إذا دابا غادي ناخذ أ كاملة شنو أ كتساوي؟ أ كتساوي جذر مربع سبعة زائد أربعة جذر ثلاثة ناقص جذر مربع سبعة ناقص أربعة جذر ثلاثة. شحال خرجت لنا حنا سبعة زائد أربعة جذر ثلاثة؟ خرجت لنا جوج زائد جذر ثلاثة. إذا غنكتبها تحتها جوج زائد جذر ثلاثة ناقص نفتح قوس ضروري وشحال خرجت لنا جذر سبعة ناقص أربعة جذر ثلاثة؟ خرجت لنا جوج ناقص جذر ثلاثة اللي غتعطينا جوج زائد جذر ثلاثة ناقص جوج زائد جذر ثلاثة. إذن عددا متقابلا هي ناقص جوج وجذر جوج تمشي بحالها. شنو كيبقى؟ جذر ثلاثة زائد جذر ثلاثة هي اثنان جذر ثلاثة بحال قلت خبزة زائد خبزة يعني عدد عندهم نفس الصنف واحد جذر ثلاثة واحد جذر ثلاثة هي جوج المرات جذر ثلاثة. وبذلك نكون بسطت العملية ديالي أ. هاكو غادي نعمل لي بي هاكو غنعمل لي بي بي عطاوكم جذر مربع ها بي عطاونا جذر مربع ماذا؟ ثلاثة زائد جوج جذر جوج ها وثلاثة ناقص جوج جذر جوج. لاحظ معايا حاولوا ديروها بوحدكم هاد جوج غنفككها جوج جذر جوج دايما كناخذ انا داك الجذر المربع الصغير اللي تحت الجذر المربع الكبير هي اللي كناخذ دايما ماشي ما كنفكرش نمشينيش عليه ناخذ جوج ديال المستبقة الهامة فاش غنضربها غنضربها في جذر جوج. شكون العدد ديالنا؟ هادي أ خصنا العدد بي هادي جوج المستبقة خصنا التالت شنو هو؟ هو واحد لأن واحد عنصر واحد في الدار. إذا غادي تكون جذر جوج هو أ وواحد هو بي. غادي نجي ندير جذر جوج أس اثنان زائد واحد أس اثنان شنو غيعطي؟ شنو غيعطينا هنا؟ هي جوج زائد واحد لأن جذر جوج أس اثنان هي جوج واحد أس اثنان هي واحد وجوج زائد واحد كم يساوي؟ هو ثلاثة ثلاثة هو هذا صافي. وغادي ديرو بنفس الطريقة هنا هذا أ وهذا بي وغادي تعوضو هنا بوحدة تعوضو هنا بالطريقة المستبقة الهامة الثانية مع الحذر الحذر خص يكون داكشي قبل ما تخرجو فاش دير المستبقة الهامة خص داكشي يكون تحت أس اثنان فاش توصل لهاد النتيجة هكا تحت هنا أس اثنان خصك هذا يكون موجب. حدا راسك راه إلا ما بينتيش أنه موجب راه ما عندكش الحق تحيد الجذر المربع مع أس اثنان ما عندكش الحق لأن إلا حيدتي أس اثنان خصك دير القيمة المطلقة فاش تخرج الجذر المربع يعني فاش تكون شاك فيه لاحظ معايا فاش يكون الجذر المربع هنا اسمع معايا هنا بي أس اثنان هكا وهنا كاين ناقص
هذا سالب، فاش نخرجو الا كان سالب تمنا ناقص ب موجب، عنده ناقص هكا هكا اش دير له؟ فاش تخرجو خصك دير القيمه المطلقه الناقصه. ولا كان غير ب وحده كوم سا مثلا بي سالب، تدي سالب دير ما عندكش الحق العدد سالب تخرجو تحت الجذر المربع وتحطو كما هو، لا دير القيمه المطلقه لذاك لذاك بي. متفقين؟ عندك شي واحد يوصل ومشي يغلط في النتيجه. وهكا ان شاء الله تعالى يكون التمرين 35 اعطينا لمحه على الجواب ديالو، ان شاء الله تقوموا نتوما بوحدكم وتراسلوا معنا عبر اليوتيوب ولا عبر السيت voprof.com السيت، ولا ديري voprof في اليوتيوب ان شاء الله تعالى، وتقولوا التعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.